اولا كبير الخطا، الكبير الخطا الكبير اللي داف في المنظوميه ديال الوداد هو مناف. انا لو رئيس تحت الفرصه انني نجدد مع مناف كنت نبوس لي على راسو، ماشي نقول لي سير في حالاتك. مناف معد بدني على جداره واستحقاق، المشكل ديالو على انه اعطى الفرصه للعابه حيت صاحب معاهم طاحوا في خطا. شكون بقى مناف؟ اظن بزاف ديال اللعابه غيجلسوا بونتوش حيت غيتفرشوا. حاليا انا كندوي بغير العاطفه، كندوي كجمهور كيلعب كوره وكيفهم في الكوره. قسما بالله مدرب ضعيف 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 بزاف. الا كان هذا مدرب كنعتبروا ناس كيقول لك انا زوران مدرب، بالنسبه لي انا ما ماشي مدرب. علاش؟ حيت المدرب خصو تكون عنده كاريزما، تكون عنده شخصيه. مدرب ما عندوش شخصيه وما عندوش كاريزما، حتى اللاعب ما غيحترمو، حتى اللاعب ما غيعطي داك النفس اللي باغي هو، ولا يطبق لي بالحرف الخطه اللي كيعطي. في نظري انا بالنسبه للتغييرات اللي دار اليوم زوران تغييرات فاشله، ولو تجيب واحد في الكاتريام ديفيزيون ما غاديش التغييرات. حنا كجمهور قلبنا على الانتدابات وطالبنا بالانتدابات باش نجيبوا افا سونتر. يعني ملي جبنا افا سونتر نجيب اخر دقيقه نخرجوا، بالنسبه لي هو اصلا ماشي افا سونتر. ملي لعبتي افا سونتر خليه يكمل، عندك بديل اوك ما عندكش البديل ديالو. يعني التمريرات ديالو تقريبا كانت واحد 75 حتى 70% حاسمه، ما عندناش البديل. انتدابات راه الانتدابات. انا كجمهور ديال الوداد حرام نسيني الكركاش، والله حتى حرام واخا يسمعها، حرام نسيني الكركاش واخا يجي هو ويعطي الفلوس باش يلعب في الوداد. حشومه كركاش يلعب في الوداد، والله حتى حرام. هذا المدرب انا في نظريه ديالي انا عمره ما كان مدرب، لان المدرب كبير عليه الوداد، ونهار جا الوداد بحال ما مشيتش بانه جا الوداد، الوداد كبير عليه باللعابه ديالو بكل شيء. حنا كنساندوا الفريق، التعادل تا هو راكين في الكره، الهزيمه كاينه، الربح كاين، ولكن الطريقه باش كيلعب زوران راه ما طريقه ما والو. لا ما كاينش اصابه، وانت عندك فرقه حتى كتماركي، كيوصل للبوطو، وبحال دابا ندير سونجمون ما مخرج كاسونغ وحشومه تخرجوا، ما تخرجوش انت كطفي فيه. وحقر الفرقه في الاول، يعني تما مدرب ما والو، وعلاش اخطا؟ ولو كان كنربحوا، حنا كنربحوا بالجمهور، يعني الجمهور كيشحن الفرقه وكنربحوا. اما المدرب ولا كنتمنى من النصيري هذه الرساله من هذا المنبر، كنقول للنصيري زوران خاصو يمشي، وزوران خاصو يمشي شحال هذه، وانت صبرتي عليه بزاف الله يعاونه، وبغينا انتدابات انتدابات انتدابات، خاصنا مدرب اللي يكون شويه مع البونتوش ويتواصل مع الجمهور، لان المدرب هذا كيبان لي كبير عليه الوداد، ولحد الان كبير عليه، والله يستر. ويبقى معنا للقدام راه لا اله الا الله محمد رسول الله، وديما وداد ديما وداد وديما جمهور. وي النتيجه ديال المقابله اليوم اختي ما راضينش عليها، كنشوفوا ان المدرب كمدرب ما تيزوران ما تيجيش قراءه المباريات، انه في الظروف اللي كنا محتاجين في الدقائق الاخيره كازادي رغم انه ماشي مهاجم صريح كنا محتاجينه انه يعاوننا في الدقائق الاخيره، مخرجوا لنا مدخر جبران. كنشوفوا لعابه حشومه يحملوا قميص ديال الوداد صافي حطوا تونيو يمشيو بحالاتهم. خاصنا مهاجم صريح، خاص الرئيس يدير لنا يجيب لنا مهاجم، لان محتاجين مهاجم. راه كازادي ماشي مهاجم، زورار الوداد كبير عليه كما قال الاخ، راه ما كيجيش قراءه المباريات، ورغم كثره الاصابات المهم راضين على هذه النتيجه. كثرت لي ماتش ليفيكتيف، ما كاينش الوداد راه ما عندوش ليفيكتيف اللي غادي واحد شونجمون اللعابه لا ايبيكاس. هادشي اللي نقول لك، لونترينور الي لا راه موجود تيخدم، ولكن خصو لي فيكتيف ما كاينينش الصراحه. وترو دو ماتش راه اللعابه خذوا لاباتيك، سي نورمال غادي ياخذوا لاباتيك، فهمتيني؟ على الاقل غادي يولي دوز ايكيبي لو سي ميو باش تكون كيما نقول الكره ديفيكاسيتي. ما بهذه الطريقه ديال لي ماتش بزاف ان با لي فيكتيف الوداد راه صعيب عليهم الصراحه، الله يحسن عوانهم. هادشي اللي نقول لك اختي. المدرب كي كنقولوا ضعيف، ضعيف تكتيكيا. كنشوفوا الشونجمون اللي دار الاخر، خرج مهاجم ودخل جبران في الميليو، يعني هذيك ما عندها حتى شي اهميه للمقابله، حيت ملي خرج ذاك المهاجم ما بقى حتى شي محاوله ديال تهديف فريق الوداد البيضاوي. لا تكتيكيا المدرب ضعيف بزاف. السلام عليكم. بالنسبه للمقابله اللي نقدر نقول لك انا كمشجع ديال فريق الوداد البيضاوي، هو ان المدرب ما كاينش الكاريزما ديالو، ما كاينش واحد الشخصيه ديالو كتبان في التيران. علاش؟ انا اللعابه كيبان لك سي فغي كل اللعابه كيحاولوا ما امكن يبدوا مجهود، ولكن راه عياو، راه اللعابه العياو، راه ثلاث سنين هما كيلعبوا نفس كيلعبوا على جميع الادوار، البطوله، الكاس، كاين اللي كيلعب كاس افريقيا، بزاف الحوايج. هنا اللعابه خاصو يدير انتدابات. شري لعابه سي نصيري، جبنا لعابه اللي بانوا بوست بوست باش كتكون واحد المنافسه. واش اللي كتلعب واحد سواء لعب ولا ما لعبش كيبقى دائما كتدخلوا 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 كيعطى كيما عطاش. راه ما نكذبش عليك، ما بقينا بحال هكا ما غادي نديو.